الاستعاضه المحرفه كي انتفع من الوقت بقدر ما استطيع وساختصر المطالب الاستعاضه المحرفه اوضح مثال يمكنني ان اضربه لكم ما يتردد على السنه الشيعه وخصوصا في العراق وحتى في البلدان الاخرى لكن هذا يتردد على السنه الشيعه في العراق من ان المرجعيه صمام الامان ومن ان السيستاني صمام الامان هذا الكلام يتردد كثيرا على السنه الشيعه خصوصا في العراق وحتى في بلدان اخرى وهذا الكلام انتشر وشاع في الوسط الشيعي العراقي وغير العراقي بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم لو كنتم ستصدقون لقلت لكنني ساترك هذا الموضوع من هو اول من طرح هذا التعبير صدقوني ليس من الشيعه اصلا ولن اقول اكثر من ذلك لن تصدقوا لو اخبرتكم ستقولون من ان هذا الكلام ياتي في سياق عمليه الدعايه والاتهامات لا املك دليلا حسيا كي اضعه بين ايديكم لكنني على علم بالموضوع الذي اطلق هذا الوصف ما هو من الشيعه بل ما هو من المسلمين ولا هو من السنه ايضا ليس مهما من اطلقه المهم ان الشيعه تستعمله الان ودائما حينما تتحدث عن المرجعيه يصفونها بهذا الوصف من ان المرجعيه صمام الامان من ان السيستاني صمام الامان هذه استعاضه محرفه استعاضه محرفه بالكامل عمليه الاستعاضه عمليه رياضيه عمليه هندسيه عمليه منطقيه تلك هي عمليه الاستعاضه فحينما ناتي بطرف من اطراف معادله ما اكانت معادله رياضيه اكانت معادله عقليه اكانت معادله هندسيه اكانت معادله فيزيائيه اكانت اكانت فحينما يتساوى طرفان بالكامل فإذا افترضنا مثلا أن س يساوي ص فإننا يمكننا أن نستعيض بصاد عن س بهذا الشرط بشرط أن يكون الهدف القيمة وقيمه سين تساوي قيمه ص فحينئذ نستطيع ان نستعيض بصاد عن س تلك هي الاستعاضه فما يقوله الشيعه من ان السيستاني صمام الامان عمليه استعاضه محرفه اولا ماذا يعني ان السيستاني بشكل خاص او ان المرجعيه الشيعيه بشكل عام هي صمام امان ماذا يعني ذلك في نظر اتباع السيستاني في نظر اتباع المرجعيه عموما فليس كل شيعه هم من اتباع السيستاني. الاعم الاغلب من اتباع السيستاني ولكن هناك من اتباع المراجع الاخرين الذين يتأرمون حقدا وحسدا على السيستاني وان كانوا لا يظهرون هذا امام الناس لكنني وامثالي من المطلعين على الواقع الشيعي نعرف هذه الحقيقة من أن المراجع فيما بينهم ليس مع السيستاني فقط لكن السيستاني هو في رأس القائمة هو في أعلى الهرم فكل الحقد والحسد عند المراجع الباقين يتوجه إليه وهذه قضية موجودة عبر تأريخ المرجعية الشيعية والأمر هو هو في سائر المؤسسات الدينيه الاخرى في مختلف انحاء العالم رجال الدين امراضهم واحده لماذا لانهم يرتبطون بعلاقه دينيه مع الشيطان الشيطان يعبث بهم وهم يستجيبون لعبثه لذا فان رجال الدين في كل المؤسسات الدينيه يعبث بهم الشيطان بنفس البرنامج ومن هنا يظهر التشابه الكبير بين رجال الدين في كل المؤسسات اذا اردنا ان نبعد اتباعهم عنهم هناك وجوه للتشابه والالتقاء كثيره جدا بين كل رجالات الاديان لكن بشرط ان يكون ذلك في الكواليس وليس على خشبه المسرح امام الناس في كواليس المسرح نعم الامر يختلف اختلافا كبيرا عما يجري على خشبه المسرح تحت انظار الحضاري تحت انظار الجمهور على اي حال فماذا يعني في الثقافه السيستانيه في الثقافه المرجعيه في ثقافه عامه الشيعه من اتباع المنهج الطوسي المرجعيه تساوي الدين بالضبط انهم يستعيضون بالمرجعيه عن الدين مثلما يستعاض بصاد عن سين هناك عملية استعاضة محرفة الدين شيء والمرجعية شيء يجعلون المرجعية تساوي الدين فإذا ما حدث شرخ في المرجعية يعني أن الشرخ قد حدث في الدين اي هراء هذا الدين شيء والمرجعيه في احسن احوالها اذا كانت موافقه لمنهج العتره الطاهره هي برنامج عمل اجتماعي جماهيري ديني في الجهه التي يحتاج الناس الى معرفه الفتوى ليس اكثر من ذلك هذه الاضافات التي اضيفت بعد ذلك اضافها المراجع الناس الاحزاب الدينيه السياسيه والى اخره